من النادر أن تبحر سفن روسية من خلال مضيق البوسفور، فقد شهد مصورون أتراك حركة سفن تجارية وأخرى عسكرية تحمل عتادا حربيا. حسب شهود العين توجهت تلك السفن صوب البحر الأبيض المتوسط. أما وزارة الدفاع الروسية فأعلنت إجراء مناورات عسكرية بحرية في أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر في شرق المتوسط على خلفية قلق أمريكي إزاء تعزيز الوجود العسكري الروسي في سوريا. يورونيوز أرسلت خطابا رسميا للحصول على تعليق من وزارة الدفاع الروسية لكنها لم تتلقى أي رد فوري. نقول إن أهم تطور في المسألة إنما يرتبط بمشاهدتنا لسفن تجارية كانت تستخدم لنقل معدات عسكرية. حتى ولو لم تكن فيها متفجرات رأينا خيما جاهزة وخزانات مياه وشاحنات عسكرية كانت لاصقة بها شعارات عسكرية تتعلق بالقوات الروسية المرابطة في أوكرانيا. هذا وقد أبلغت موسكو الأسبوع الماضي قبرص باحتمال إجراء بحريتها تدريبات في هذه المنطقة لكن بدون أن تعلن رسميا عن مناورات. واجهنا صعوبة في التقاط صور لكل السفن ففي الأسبوع الماضي كانت ثمة سفن عسكرية روسية في مضيق البوسفور تجوب المياه يوميا وفي أحد الأيام لاحظنا ثلاثة سفن روسية أو أربعا كانت تبحر إما في وقت موحد أو حسب زمن منفصل فخلال السبت الماضي شهدت سفينتان عسكريتان روسيتان إحداهما عادت نحو ميناء المنفر بسيفاستوبول والأخرى توجهت نحو البحر الأبيض المتوسط. ويقول مراسل يورونيوز بورا بايركتار حسب شهادة مصورين هواة تكثفت حركة السفن العسكرية الروسية في تركيا منذ أغسطس ويبدو أن هذه الحركة سوف تزداد في الوقت الذي تسعى فيه روسيا لبناء قاعدة بحرية في سوريا لدعم نظام بشار الأسد. بورا بايركتار يورونيوز إسطنبول.